دكتور، احنا ما نريد ننسى ايضا هنالك مراقد مقدسه موجوده في محافظه صلاح الدين. السياحه الدينيه دكتور، ايش عجب ما استغليناها موجودة. يعني لربما احنا المراقد المقدسه اللي موجوده حاليا عندنا، اعتقد اني كوجهه نظري لو استغلينا الوارد وسوينا مثلا داير مدايرها فد استقطاب سياحي ديني للزائرين، يمكن يعيش محافظه صلاح الدين 7 سنوات. الاستثمار ليس فقط في مركز المحافظة، في الأقضية أيضا موجود. هناك بعض الأقضية فيها استثمار، فيها مجال واسع للاستثمار. مدينة بيجي، قضاء طوز موجود، الدور موجود، سامراء موجودة، الدجيل موجودة، بلد موجودة، شرقاط موجودة، بيجي، كل هاي الأقضية أيضا مشغولة بالاستثمار. وأنا من حقي كدائرة أن أفتح لي يعني أقسام في هذه حسب الحاجة. أنا الآن عندي موظفين أكثر من العدد اللي يحتاجوا، جاوني من دوائر أخرى ومن الخدمة الاتحادية، ممكن أن أفتح أقسام في هذه الأقطة للمتابعة. موجودة هذه السياحة الدينية، لكن في بعض الأحيان الظرف السياسي لن تسمح، وإلا هناك مثلا بلد، قضاء بلد ومدينة سامراء المقدسة بها مجال للسياحة الدينية، لكن بعض الظروف. دكتور، هذه كلها خطط إن شاء الله للقضاء الشرقاط مثلا بيجي سامراء. التنفيذ ايش وقت دكتور؟ التنفيذ يعني بعض المشاريع موجوده الان قيد التنفيذ، بعضها انجزت وبعضها قيد الانجاز، وفي المستقبل القريب ان شاء الله ايضا نبدا بهذه الاقضيه ايضا، ليس فقط في مركز المحافظة.